سمينه مشروع يعتني بصغار المنتجين الفلاحيين يحب يعطيهم دعم تقني ولوجستي وحتى في الترويج والتسويق. من الخدمات نتاعنا هو البلاتفورم اون ليني سوينينا.ستور اللي تم بعثها ديرنييرمون فو المعرض اللي وقفت والمشاكل نتاع التسويق اللي عند صغار المنتجين الفلاحيين واللي هي تتمثل في بلاتفورم اون ليني ينجم البرودكت سو فورم دو ماركت بليس البرودكتور يحط فيها تبدا عنده كوم اون بوتيك اون ليني سي دي اوفر تري ابوردابل. Ça va de 30 à 50 dinars par mois. On a un café pour le marketing, pour le tasuir. Mais on a un café pour le marché 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 par email ou par téléphone ou sur la page Facebook interne. احنا بعد نرجعوا لهم نتصلوا بهم فما بعض المعلومات لازمنا نعرفوها عليهم نزوروهم ان جينيرال ونشوفوا على حسب احتياجاتهم اللي عنده منتوج حاضر للبيع ديريكتومون نجمو نصوروه ونحطوه ديريكتومون في البلاتفورم واللي مازال تحب له خدمه في الباكاجينغ ولا حاجه نخدموا معاه نرافقوه نجمو حتى اون افونس لو بري دو باكاجينغ ومن بعد نتعاهدوا سورتو بالميز اون فالور بال le produit نتاعهم نحكيو حكايتو في البلاتفورم ونعطيو حتى كيفاش نستعملو حتى بشوي بشوي باش نطوروا معاهم التصور نتاع كيفاش نحبوا المنتوج التونسي نتاع صغار الفلاحين هذا يكون موجود في السوق.